ليه شركة وي مش هتستجيب للحملة اللي احنا عملناها؟ عشان امبارح سألتكم ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها لو النت بقى غير محدود. تعالوا بقى نشوف الابداعات اللي حصلت. عندنا مثلا حد اسمه مصطفى بيقول هنزل العاب على البلاي ستيشن وهمسحها تاني وانزلها وهمسحها تاني، يعني بينتقم اللي هو مش هسيب فيكي حاجة. واحمد سماحة بيقول يلا بسم الله جاتا جاتا في روكيت ليج في فالورنت في فورتنايت، يعني كلهم على بعض كده 180 جيجا بس، بينتقموا حرفيا يعني. كريم ايمن بيقول هشغل افلام على الشاشه 4K. ده اللي اشترى الشاشه ونسي ان اصلا مفيش نت عشان يجيب بيها الافلام اللي يحطها على الشاشه. ميم لورد بيقول عندي اكتر من 10 العاب على البلاي ستيشن، 8 العاب على البي سي، هعمل لهم كلهم ابديت. يعني الراجل يا عيني جاب اللعب وحطهم ومش عارف يلعب. حد اسمه كيلر كاتن هتفرج على اعلى جوده فيديوهات واخيرا هتفرج على الاستريمات زي جيمنج بالعربي وتربون حلمي نفسي فيه من زمان. قال له هو يا عيني هنزل اي لعبه من ايبك جيمز، يعني دي عايزه فلوس مش عايزه باقه. نايت بيجيننج بيقول هبدا اشوف فيديوهات برمجه وهكر اخلاقي واتعلم. في حد بيقول همسح كل الافلام ال 480 اللي عندي وانزلهم الاول 1080. كلنا هذا الشخص. محمد الفقي كاتب ايه ده؟ اندومي غير محدود في مصر. ده ما تعشاش. كفايه كده كفايه كده.